السلام عليكم ورحمة الله، كنرحب بكم من جديد. واليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الخلطة اللي رائعة جدا وفعالة. ما غاديش تخطاكم إن شاء الله من بعد هذا الفيديو، غادي تمشيو توجدوها حالا، لأنها غادي تختصر لكم مجموعة من الحوايج اللي كنديروها يوميا باش انا نحصلوا على واحد النظافة وواحد الريحة اللي زوينة. ونبداو على بركة الله في الخلطة ديالنا. حاجة كنحتاجو هي بقايا القهوة، من بعد ما نستهلكو القهوة كيبقى لينا هذاك التخت اللي هو هذا، غادي نستعملوه، ما بقيتوش ترميوه ان شاء الله. غناخدو واحد البول وغادي نوضعو فيه هاد البقايا هادو. بقايا القهوة ممتازة جدا لامتصاص اي نوع ديال الروائح الغير محببة. الثاني اللي غادي نضيفوه وهو الملح، ملح الطعام، ملح العادي اللي كنستعملو في الطبخ. نضيفو ملعقة كبيرة مملوءة. الثاني اللي غادي نضيفوه اللي توا عنده فعالية كبيرة في امتصاص الروائح وهو بيكربونات الصودا، غادي نديرو تقريبا جوج ديال الملاعق كبيرة ديال بيكربونات الصودا، وغادي نضيفو ملعقة ديال الخل العادي. كما كتشوفو راه كيديرو معاها واحد التفاعل. وآخر حاجة اللي غادي نضيفو وهي سائل تنظيف الأواني، أي نوع عندكم غادي نضيفو ملعقة كبيرة، وغادي نحاولو نخلطو المكونات ونحصلو على واحد الخليط اللي هو على شكل عجين. هذا هو القوام اللي كنحصلو عليه كما كتشوفو. ناخدو الخليط ديالنا كما كتشوفو، غادي نبداو كنشكلو كويرات، يكونوا صغارين في الحجم. الكويرات ديالنا هما صبحوا واجدين، راه كيتكوروا بكل سهوله. احتفظوا بهم في شي علبه وخليهم غير في بلاكار وصافي. وغادي ندوزو دابا باش تشوفوا معايا فين غادي نستعملهم ان شاء الله. الكويرات ها هما جمعتهم كما كتشوفوا، وضعتهم في هاد العلبه هذه كانت فيها البيكربونات الصودا، وغادي نوضعهم في بلاكار اللي حدا الحمام هكذا باش يكونوا قراب ليا باش نستعملو. حبه من هاد الكويرات هادو وكتوضعوها في الحمام ديالكم من بعد ما تنظفوه هكذا في الليل قبل ما تنعسوا، كتوضعوها حتى في الداخل كما كتشوفوا، وكتخليوها حتى الصباح. هذيك الحبه كتبدا كتذوب وفي نفس الوقت كتبدا كتطلق، يعني كتفكك وكتخلي واحد، يعني كتمتص الروائح. اول حاجه لان فيها القهوه البيكربونات كيمتصوا الروائح السيئه اللي كتكون في الطواليت، ومن بعد ملي كتذوب فغنتسنى دابا حتى تذوب. نستعمل هذه ديال الطواليت وغادي ننظف، لان فيها الخل، فيها البيكربونات، فيها كذلك سائل تنظيف الاواني اللي حتى هو كينظف، وغادي نحاولو ننظفو بها مزيان. صافي، اي ترسبات كانت عندكم في الحمام وداك الاسفرار اللي تيكون الكركر واي حاجه راها كتزول تماما. صافي، وغادي نضغط دابا على السيفون. شفتوا الروه، راه تيطلق واحد الروه، والريحه ديال القهوه طالعه مع الريحه ديال سائل التنظيف كتعطي رائحه ديال النظافه. تحصلوا على واحد النظافه رائعه جدا، وكما كتشوفوا مقعد الحمام كيرجع جديد، ما كيبقاو لا ترسبات ولا اصفرار نهائيا. نتمنى تجربوا هذه الخلطه هذه، لان فعلا فعلا كتنفع بزاف بزاف، وكذلك الرائحه غادي تودوها نهائيا ما غاديش تبقى في الحمام ديالكم. نتمنى تقوموا بهذه الحيله هذه هكذا. الى عندكم حمامات اللي كتلقوا الرائحه غادي تخلصوا منها تماما. لك حتى الا كانت عندكم الرائحه ديال السر اللي كتطلع من هنايا، كذلك ممكن ديروا نفس
الفكره وهي تحط واحد الكويره فوق من السرب، خليوها الليل كامل حتى الصباح، من بعد كتطلقوا عليها الماء وكتخليوها تذوب. صافي، راها ما كتخليش نهائيا الروائح الكريهه تطلع لكم من هذا المكان. هذا منا ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم ويحل لكم مشاكل ديالكم الخاصه برائحه الحمام اللي كتكون رائحه اللي خايبه بزاف، خصوصا بعد المنازل اللي كتكون قديمه، فرغم اننا كننظفوا كنستعملوا المعطرات دائما كتبقى رائحه ديال القادوس، لان هذوك القوادس تيكونوا قدام وتيكونوا يعني اهترقوا، فكتبقى الروائح كتصعد منهم، وبالتالي واخا اننا كننظفوا ما كتعطي حتى شي نتيجه. هاد الكويرات هادو غادي ينفعوا ان شاء الله ويعطيكم نتائج لي رائعه جدا. وشكرا لكم على المشاهده، ما تبخلوش عليا دائما باللايك وباشتراككم في قناتي، هذا الشيء كيفرحني بزاف، وخليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله. بسلامه.